بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، المسمى بالشرح الصغير لسيد الشيخ أحمد الدردي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وصلنا فيه إلى صلاة الاستسقاء. قال الشيخ الله: صلاة الاستسقاء حكما ووقتا وصفة كالعيد، إلا التكبير لزرع أو شرب وإن بسفينة، وكررت إن تأخر. يخرج الإمام والناس ضحا مشاة ببزلة وزلة، إلا شابة وغير مميز، ولا يمنع ذمي وانفرد لا بيوم. ونبذ خطبتان بعدها كالعيد في الأرض، فإقبال التكبير بالاستسقاء ثم يستقبل القبلة قائما ويحول رداء، يجعل ما على عاتقه الأيسر على الأيمن بلا تنكيس، ثم يبالغ في الدعاء وحول الذكور فقط، وذلك جلوسا على دعائه وصيام ثلاثة أيام صدقة وأمر وأمر الإمام فيها التوبة وإقامتها لطلب سعة ودعاء ودعاء غير محتاج للصلاة. مطر أو ميل لأمر مما يأتي حكما، أي في الحكم وهو السنة المؤكدة، يعني حكم صلاة الاستسقاء، إلا أن العيد أوكد منها كما تقدم، ووقتا أيضا كالعيد من حل النافلة للزوال عند الإمام مالك. وصفة، أي وفي الصفة من كونها ركعتين كالنوافل، يقرأ فيهما جهرا بما تقدم في العيد، يعني أنها في الوقت تشبه العيدين في الصلاة، وتشبه الكسوف أيضا من حل النافلة بعد طلوع الشمس بثلث ساعة أو بربع ساعة إلى صلاة الظهر، وتصلى ركعتين بقراءة واحدة وركوع واحد. ويقرأ فيهما جهرا كالعيدين، وبعدها خطبتان، يعني هي تصلى أولا ثم يخطب خطبتين كالعيدين، إلا التكبير الذي في العيد فليس في الاستسقاء. يعني بدل ما يبدأ بالتكبير الخطبة يبدأ بالاستغفار، يقول أستغفر الله أستغفر الله، ويأمر الناس كذلك أن يستغفروا الله.
بل فيه الاستغفار بدل التكبير في الجملة، يعني الإمام يستغفر أول الخطبة وفي أثناء الخطبة، ويأمر الناس أن يستغفروا أيضا، كما يبدأ في العيد بالتكبير ويتوسط برضو الخطبة التكبير والناس يكبرون معه، كذلك هنا بس يبدل العيد بإيه؟ يبدل الاستغفار بالتكبير. وتسن صلاة الاستسقاء لزرع، أي لأجل إنباته أو لأجل حياته. يعني واحد زرع أو جماعة زرعوا أو بلد زرعت مثلا ولم تسقي الحب ولا يوجد ماء، يبقى هنا يطلب الماء بالصلاة، طلب السقيا. وكان واحد من الصالحين أصابته إيه؟ أصابه الجد، يعني كاد زرعه يموت، فماذا يصنع؟ هو رجل طبعا يعني زي ما نقول مش متفقه، فقال إن الله تعالى قال في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال فجلس في وسط زرعه وأخذ يستغفر الله بشدة. قال فأنزل الله المطر على زرعه وشرب. هو الرجل عمل بالقرآن، ما يعرفش صلاة الإيه؟ الاستسقاء، فهو جلس في وسط الزرع واستغفر فسقى الله زرعه. وهو القرآن قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فهو غيث، مش الإنسان بيطلب الغيث من الله، فينزل الله الغيث سبحانه وتعالى، لأن الذي يعني يرسل الرياح اللي هي تسوق السحاب هو الله، ولا يقدر على ذلك إلا هو. ولذلك قال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، اللي هو المسقل بالماء، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وده اللي حصل في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري ومسلم من حديث سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه، قال: كنا في يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فدخل رجل من الأعراب من باب المسجد النبوي، في هناك اللي زار الروضة الشريفة، في باب على يمين المنبر وباب على يسار المنبر، باب من هنا وباب من هنا، فدخل من الباب الأول ووقف تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. هلكت الأموال وانقطعت الأموال، يعني الزرع، الزرع والضرع. ما هو الزرع لما يهلك يهلك الغنم والإبل اللي هي بترعى الايه؟ الزرع. هذا معنى هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني ما فيش حاجة تجيب لنا مية، ما فيش حاجة، فادعوا الله يغيثنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه، يقول سيدنا أنس: وما في السماء قزعة، القزعة يعني السحابة البيضة، وما في السماء قزعة يعني السماء صافية، وما بيننا وبين سلع شيء، جبل سلع خلف المسجد النبوي،
قال فإذا سحابة كالترسي، سحابة ضخمة، قال فانتشرت وأنزلت الماء هذا اليوم وبعده وبعده، قال حتى عد ستا أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة. فسيدنا أنس قال إيه رضي الله عنه؟ قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، محدش عارف يمشي في الشارع، فادعوا الله أن يرفعه عنا، ادعوا الله إيه أن يرفعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش اللهم ارفعه عنا، لا، قال اللهم حوالينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فكلما قال رسول الله بيده هكذا، قال إن جاب السحاب، يعني زي ما كنا مثلا بيسوق السحاب هكذا بيده، قال حتى طلعت الشمس وسرنا نمشي، قال وأصبحت المدينة كالجوبة، يعني إيه زي الدائرة الصافية، لا شيء، ما هي الشمس طلعت، يعني جاء من الباب الثاني ودخل من الايه، اول مره دخل من الباب اللي على اليمين على يمين المنبر، المره دي دخل من الباب الذي على يسار المنبر، بعد ايه اسبوع كامل. قال والسماء يعني تنزل كافواه القرب بسبب دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بس دي ده دليل على انه يجوز الدعاء بلا صلاة الاستسقاء في صلاة في خطبة الجمعة، يعني حينما يكون هناك جد وقحط وبدأ مثلا يوم الجمعة، يبقى يجوز للإمام ان يقتصر على الدعاء في صلاة الجمعة بدون صلاة الايه الاستسقاء، يعني يكتفي بالدعاء في خطبة الجمعة عن صلاة الاستسقاء وخطبتيها لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. فالصلاة صلاة الاستسقاء تشرع لزرع، أي لأجل إنباته، يعني في بداية التخضير كما يقولون، أو لأجل حياته، يعني زرع موجود لكنه سيموت من قلة الماء. أو لأجل حياته أو لأجل شرب لآدمي أو غيره، يعني الحيوان، لعطش واقع أو متوقع، يعني الصلاة تشرع للعطش الواقع للزرع أو الإنسان أو الحيوان، سواء كان واقعا أو متوقع في المستقبل، يعني فيه ماء قليل وممكن يدرك العطش الناس أو الحيوان أو الزرع، يبقى يصلى لأجل المستقبل. قال لتخلف مطر، يعني ممكن المطر يتأخر في البلاد غير بلاد النيل، أحيانا المطر ممكن يقعد شهر كامل فيتعرض الإنسان للموت أو يتعرض الزرع والحيوان للموت، لأن النيل نفسه مجمع من الأمطار، برضو يعني جفاف النيل ممكن يصلى له، يعني هنا الآن مثلا لا نخاف من ايه بناء سد النهضة كما يقولون يقطعون الماء عنا، لا، احنا ممكن في مصر مثلا مليئة بالايه بالفقهاء والعلماء العاملين، لو صلوا صلاة الاستسقاء ممكن يحبس الله عنهم المطر من اول النيل هناك ويمطر عندنا، يمطر عندنا ولا نحتاج له،
ليه؟ لأنه طبعا يعني الذي يمسك الماء هو الله، والذي يرسل الماء هو الله سبحانه وتعالى. مش القرآن قال إن الله عنده علم الساعة، اللي هي مفاتيح الغيب الخمسة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، وينزل الغيث سبحانه وتعالى. يبقى لا يستطيع أحد أن ينزل الغيث إلا الله سبحانه وتعالى. ما فيش حد حاجة اسمها إيه يعني جماعة يحبسون الماء عن جماعة، لا، وليس هناك عام بأمطر من عام، وإنما الذي يمطر أو يأمر بالإمطار هو الله تبارك وتعالى. وبعدين يعني الماء الذي في السحاب هذا أصله من الأرض، أصله من الأرض ومن البحار، والقرآن قال والسماء ذات الرجع، والسماء ذات الرجع، يعني الماء الذي يتبخر من الأرض ويصعد إلى أعلى إلى السحاب يرده الله إلى الأرض مرة أخرى. والسماء ذات الرجع يعني هي التي ترجع الماء الذي تبخر من الأرض، هذه معنى والسماء ذات الإيه؟ الرجع، يعني الشيء المرجوع، يعني الذي رجع إلى أصله. ولذلك قال إيه؟ لتخلف مطر أو نيل، لما تأخر جريان النيل في عهد سيدنا عمر، ودي كرامة متواترة لسيدنا عمر، يعني كل الذين ترجموا لسيدنا عمر رضوان الله عليهم منهم ابن الجوزي ذكرها بالسند أن هذه كرامة صحيحة لسيدنا عمر. قال إيه؟ تأخر نيل مصر في الجري، فكان من عادة القبط في مصر أنهم كانوا يعني يأخذون بنتا عروسا فيعني يزينونها ويلقونها في النيل فيجري النيل. فسيدنا عمرو بن العاص أرسل إلى سيدنا عمر في المدينة وقال له إن أهل مصر يقولون كذا وكذا وكذا، والإسلام طبعا لا يوافق على قتل النفس لأجل جريان النيل. فكتب سيدنا عمر رضي الله عنه من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، أيها النيل إن كنت تجري بأمرك فلا تجري، أو فلا حاجة لنا في جريك، وإن كنت تجري بأمر الله فاجري. وأعطاهم هذه الورقة وقال ألقوها في النيل بدل من إلقاء العروس. قال فأخذوا الورقة التي أرسلها سيدنا عمر من المدينة وألقوها في النيل، قال فجرى النيل وزاد زيادة عظيمة لم يجري مثلها من قبل. دي من كرامات سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. يعني فالمفترض في المصريين ألا يخاف، وهناك أناس في مصر يعني لهم قدم راسخة عند الله تبارك وتعالى، يعني لو صلوا صلاة الاستسقاء لزاد الفيضان يعني حتى يستغيثوا. فقال الشيخ الدردير رضي الله عنه
أو لأجل شرب لآدمي أو غيره، لعطش واقع أو متوقع، لتخلف مطر أو نيل، أو لقلتهما، يعني قلة الماء أو قلة المطر، قلة الماء في النيل أو قلة المطر، أو لقلة جري عين أو غورها. العين كمان، مش النهر، لا، ده حتى لو عين بئر، يعني لو البئر غار ماؤها ممكن يصلي صلاة الاستسقاء حتى يعني يزيد الماء في العين. أو لقلة جري عين أو غورها، يعني غار ماؤها، يعني يبس الماء في العين، يجوز أن يصلي صلاة الاستسقاء حتى يكسر ماء العين أو يزيد ماء العين وينبع مرة أخرى. احنا ذكرنا كرامة الشيخ محمد الجزولي والبنت الصغيرة التي تفلت في البئر حتى امتلأ بالماء وتوضأت من غير حبل ولا دلو، وسألها الشيخ محمد الجزولي قال لها بما وصلت إلى هذه الدرجة؟ قالت بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحلف أن يؤلف كتابا في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألف الإيه؟ دلائل الخيرات. يعني إذن فيه ناس تستطيع أن تدفل في البئر فتمتلئ معه. قال أو لقلة جري عين أو غورها، إن كانوا ببلد أو بادية، حاضرين أو مسافرين. يعني صلاة الاستسقاء تصلى في البادية للمسافر الذي لا يجد ماء، أو هناك عين ليس فيها ماء يصلي حتى يوجد الماء في العين لأجل الوضوء. قال حتى وإن كانوا بسفينة في بحر ملح أو عذب، يعني جماعة في سفينة ولا يستطيعون أن يشربوا من ماء البحر الملح، أو يسيرون في نهر لكن معهمش شيء يأخذوا من النهر ويشربوا، قال يجوز أنه برضو إيه، أو يسن في حقهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء لإنزال مطر عليهم حتى يشربوا. كل هذه أسباب لصلاة الإيه؟ الاستسقاء، أو سنية صلاة الاستسقاء. يبقى لطلب الماء، لطلب أصل الماء، أو لقلة الماء، أو لغور الماء، أو لإنزال المطر. قال وكررت الصلاة في أيام لا يوم، إن تأخر السقي بأن لم يحصل أو حصل ما فيه الكفاية. يعني هي تصلى في اليوم مرة واحدة، إذا نزل الماء الكافي اكتفي بذلك، نزل ماء قليل يبقى يستحب إيه؟ أن يصليها في اليوم الثاني، وهكذا. قال وصفة الخروج إلى صلاة الاستسقاء، قال يخرج الإمام والناس لها ضحى بعد حل النافلة، يعني بعد طلوع الشمس بمقدار رمح أو رمحين، مشاة للمصلى لا راكب، يعني دي يخرج إليها كما يخرج لصلاة العيدين لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. يخرجون مشاة لإظهار العجز والانكسار،
قال ببزلة أي بثياب المهنة، يعني من غير زينة على عكس صلاة العيد. يبقى هنا يخرج بثياب المهنة أي ما يمتهن منها بالنسبة للبسه. وزلة أي خشوع وخضوع، قال لأنه إلى الإجابة أقرب، لأنه ورد طبعا في الحديث القدسي أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. فكلما الإنسان تزلل وخضع لله تعالى كان أقرب إلى الإيه؟ إلى الإجابة. قال واستثني من عموم الناس في الخروج، استثنى من عموم الناس قوله إلا شابه ولو غير مخشية الفتنة، يعني الشابة لا تخرج حتى ولو كانت دميمة، إلا أن مخشية الفتنة يحرم عليها الخروج وتمنع. ليه؟ لعدم النظر إليها وعدم تعلق قلوب الرجال بها. وغيرها يعني غير مخشية الفتنة يكره لها الإيه؟ الخروج ولا تمنع. قال وأما المتجالة يعني المرأة العجوز التي لا أرغب للرجال فيها فتخرج مع الناس لأن حكمها حكم الرجال، المرأة العجوز. وإلا غير مميز، برضو الصبي اللي هو تحت السبعة، الصبي غير المميز فلا يخرج، قال لأنه لا يعقل القربة. يعني وبعدين الصبي غير المميز مشغلة. قال فأولى البهائم والمجانين، يعني لا يخرج لا بالبهائم ولا بالمجانين. قال ولا يمنع ذمي من الخروج مع الناس، يعني الذمي اليهودي أو النصراني الذي يعيش مع المسلمين لو أراد الخروج في صلاة الاستسقاء لا يمنع، وإن كان لا يصلي يعني. قال وانفرد عن المسلمين بمكان، يعني يجلس بعيدا لأنه مش هيخش في الصلاة. لا بيوم، يعني لا يخرج وحده بعيدا عن المسلمين في يوم مختلف يعني. قال مخافة أن يسبق القدر بالسقي في يومه فتفتتن بذلك ضعفاء القلوب، يعني الكافر أو الزمي لا يخرج مستقلا في يوم لأجل طلب الإيه؟ السقيا. ممكن يقول أنا أطلع وحدي. قال لألا يسبق القدر وينزل المطر في اليوم الذي خرج فيه الزميون، فيبقى استجاب، يقولوا إيه؟ استجاب الله للإيه؟ للكفار ولم يستجب للمسلمين. قال فيحصل فتنة من ضعفاء القلوب، مع أنه على سبيل الفرض الكافر لو استجيبت دعوته في الاستسقاء هذا ليس غريبا، لأن الله استجاب لدعوة إبليس، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. يعني سرعة الاستجابة ده هذا استدراج من الله، يعني لو أن الكافر طلب شيئا فأعطي هذا لا يفتن المؤمن القوي الثابت الإيمان، لأنه يعلم أن الله تعالى ينزل هذا الشيء بقضائه وقدره وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريده أنت. فإذا نزل فليس بدعاء الكافر، لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين. ولكن المطر نزل في موعده الذي قدره الله تعالى، لأنه قال وكل شيء عنده بمقدار.
وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وبعد الصلاة، لأن هي تصلى طبعا صلاة جهرية كصلاة العيدين، وندب خطبتان بعد الصلاة كالعيد، يعني يخطب خطبتين يجلس في أولهما ووسطهما ويتوكأ على عصا، يعني يستند إلى عصا كما في خطبة الجمعة، لكن هنا يخطب على الأرض في الاستسقاء، يخطب في مكانه الذي صلى فيه ولا يكون على شيء عالي، لكن بالأرض لا بالمنبر، يعظهم فيها ويخوفهم ببيان أن سبب الجدب معاصي الله، ويأمرهم بالتوبة والإنابة والصدقة والبر والمعروف. يعني يخطب خطبتين ويبدأ طبعا بالاستغفار بدلا من التكبير كما ذكر الشيخ، ويقول لهم من لم ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فيقول لهم توبوا إلى الله واستغفروه، ويأمرهم أيضا بالصدقة، لأن الصدقة وصنائع المعروف تكون سببا في نزول الغيث، لأن الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فالبركات من السماء هي ليه؟ الغيث. وقال في أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فمن فوقهم بإنزال كما قال القرآن وينزل لكم من السماء رزقا، هذا معنى لأكلوا من فوقهم، ومن تحت أرجلهم بإنبات بإنبات الزرع. وندب إبدال التكبير في خطبتي العيد بالاستغفار في خطبة الاستسقاء بلا حد في أول الأولى والثانية، يعني لا يقال يستغفر مثلا تسعا أو يستغفر سبعا، لا يستغفر ولو ثلاثا. ثم بعد الفراغ من الخطبتين ينزل، أو هو طبعا الآن على الأرض، يستقبل القبلة بوجهه حال كونه قائما، يعني بعد الانتهاء من الخطبتين يحول وجهه إلى القبلة، لأنه طبعا أفضل الأعمال ما استقبل به القبلة، فيحول ندبا رداءه الذي على كتفيه، يجعل ما على عاتقه الأيسر أي يأخذه بيده اليمنى ويجعله على عاتقه الأيمن، ويأخذ بيده اليسرى ما على عاتقه الأيمن يجعله على الأيسر بلا تنكيس للرداء، فلا يجعل الحاشية السفلى التي على رجليه على أكتافه. هات الشال. هذا الرداء على الكتفين، يعني الإمام يبقى حاطط الرداء على الكتفين طبعا هكذا، وبعد الخطبتين يستقبل القبلة، يبقى ده الطرف اللي على اليد على الكتف الأيمن، الطرف ده، وهنا ده الكتف الأيسر، يبقى هياخذ ده بيده اليمنى، بيده اللي على الأيسر على اليد اليمنى، فياخذه هكذا ويمسك اللي كان على اليمين باليسار
يبقى هنا أتى بإيه؟ هكذا. يبقى اللي كان هنا، اللي كان هنا جاء هنا، واللي كان هنا قال تفاؤلا بتبديل الحال، تفاؤلا. وهذا هكذا فعل صلى الله عليه وسلم، هكذا فعل عليه الصلاة والسلام، يعني حول الرداء، اللي كان على الأيسر جاء على الأيمن، واللي كان على الأيمن جاء على إيه؟ ناحية اليسر. قال ولا يعني يجعل الحاشية السفلى اللي هي تنكيس الرداء. طبعا في هنا حاشية اللي هي دي تحت ناحية الرجلين، يعني ما يعملش كده، ما يعملش كده هو، يعني ما يخليش اللي تحت فوق واللي فوق تحت، لا ما ينكس، ده اسمه التنكيس. لكن التحويل زي ما عملنا كده، يعني اللي كان على الناحية اليمين جاء على اليسار، واللي كان على اليسار جاء على اليمين، ده اسمه التحويل. أما التنكيس اللي هو إيه؟ الحاشية اللي تحت دي تبقى فوق، ده تنكيس، يبقى اللي تحت بيجي فوق واللي إيه؟ واللي فوق بيجي تحت. مفهوم كده؟ نعم. قال ثم إذا استقبل القبلة وظهره للناس يبالغ في الدعاء برفع الكرب والقحط وإنزال الغيث والرحمة، يعني يقول اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، يكرر غيثا مريئا مريعا غدقا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. قال ويكرر هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، في طلب السقيا. ورد طبعا في الدعاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في رفع اليدين في الاستسقاء جدا، حتى يرى بياض إبطيه، وكان يجعل باطن ظاهرة يديه إلى السماء وباطنهما إلى الأرض، يعني يرفع ويبالغ هكذا. هذا دعاه في الإيه؟ في الاستسقاء، لأنه قال وهو موافق لنزول الغيث، يعني كأن إيه؟ يقول أنزل، أنزل الغيث هكذا. والعلماء يقولوا إنه من السنة في الدعاء برفع الكرب أن يكون ظهور اليدين إلى السماء وبطنهما إلى الأرض، وفي طلب النفع والخير تكون بطنهما إلى السماء وظهورهما إيه؟ إلى الأرض، يعني الدعاء في رفع الكرب هكذا. يعني حتى هناك في سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في ليلة بدر لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو كان يرفع يديه طلب النصر، يطلب هكذا حتى إيه؟ حتى وقع الرداء من فوق كتفيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبو بكر يعني التزمه من خلفه ووضع الرداء على كتفيه وقال كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله فإنه منجز لك ما وعدك، فكان يرفع هكذا. ليه؟ لأنه طلب النصر. لكن هنا في رفع الكرب كان يفعل هكذا في الاستسقاء حتى يرى إيه؟ بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. وطبعا دي معجزة أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون تحت إبطيه أبيض، بخلاف كل الناس تحت الإبط دايما لونه مخالف للون الجسم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان تحت إبطيه أبيض عليه الصلاة والسلام. كل ده من باب الزلة والانكسار، يعني المبالغة في رفع اليدين يدل على الزلة والخضوع والخشوع لله تبارك وتعالى. قال وحول الذكور فقط أرديتهم، لكن النساء لا، دون النساء كذلك، أي كتحويل الإمام المتقدم حال كونهم جلوسا أي جالسين، يعني باقي الناس تحول الأردية وهم جالسون. وأمنوا أي الحاضرون ذكورا وإناثا على دعاء الإمام بأن يقولوا آمين حال كونهم مبتهلين
أي متضرعين، يعني يرفعون أيديهم كرفع الإمام ويدعون معه بقولهم آمين، لأن المؤمن شريك الداعي. ولذلك القرآن حينما قال: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال: قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي سيدنا موسى، قال: لأن هارون عليه السلام كان مؤمنا، والداعي والمؤمن شريكان في الدعاء. ولذلك قال: قد أجيبت دعوتكما، لأن سيدنا هارون كان يقول إيه؟ آمين. وندب لهم صيام 3 أيام قبلها، أي الصلاة، يعني إذا علموا بالصلاة يبقى يستحب صيام 3 أيام، لأن الدعاء عقب الطاعة أقرب إلى الإجابة. ولذلك ورد في السنن عند الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الدعاء أسمع، أي أقرب إلى الإجابة؟ قال: سحر الليل ودبر الصلوات المكتوبات. سحر الليل يعني بعد التهجد والاستغفار، يبقى الدعاء أقرب إلى الإجابة، وعقب الصلوات المكتوبات، لأن الإنسان يخرج من الصلاة مغفورا له. ولذلك العلماء يقولون: من كانت له إلى الله حاجة فليدعو بها عقب الصلوات الخمس، لأنها أقرب إلى الإجابة، وكذلك عند الإفطار، وكذلك عند السحر. قال: وندب لهم صدقة على الفقراء بما تيسر، لأن برضو الصدقة من ضمن استجابة الدعاء، من ضمن أسباب استجابة الدعاء. وأمر الإمام الناس بهما، أي بالصوم والصدقة ندبا كالتوبة، كما يأمرهم أيضا بالتوبة في الخطبة يعني، ورد التبعات، أي المظالم لأهلها، يقول لهم: تخلصوا من مظالم العباد. ليه؟ لأن مظالم العباد سبب في إمساك الغيث وعدم النزول. وندب لمن نزل عليهم مطر مثلا بقدر الكفاية إقامتها، أي صلاة الاستسقاء لطلب سعة، يعني يجوز كمان أو يستحب أن يصلوا لزيادة المطر على الكفاية، يعني عشان يخزنوا كمان مية لطلب سعة. قال: ولا يسن إلا لمن قام به ضيق كما تقدم، يعني هي تستحب لطلب السعة، لكن تسن سنة مؤكدة لمن كان به ضيق اللي هو قلة الماء أو خوف الهلاك. وندب دعاء غير المحتاج لمحتاج، لأنه من التعاون على البر والتقوى. ده بالنسبة لعموم الدعاء، يعني لأنه الإنسان يطلب من أخيه أن يدعو له. وكذلك اللي هو غير المحتاج، اللي ما عندوش مثلا أرض يخاف عليها، فيدعو لمن عنده أرض يخاف عليها الجدب أو القحط أو موت الزرع، فيدعو لهم من باب التعاون على البر والتقوى. قال: وتندب الصلاة، خلاف اللخمي القائل بندبها، لا تندب الصلاة، أي يعني لا تندب الصلاة لطلب أي شيء، هو بيقول: ولا تندب الصلاة اللي هي للمحتاج، يعني ما يقولوش مثلا: أنا أصلي لك، لا، لأنه ده لم يرد. إنما الصلاة
لصاحب الحاجة، من كانت له إلى الله حاجة أو لأحد من بني آدم فليركع ركعتين، لكن لا يصليهما لغيره أو لحاجة غيره، إنما يصليها يصلي لحاجة إيه؟ لحاجة نفسه. أما غيره يدعو له، يعني ما يقولوش أنا هصلي لك ركعتين، لأن ده لم يرد في الإيه؟ لم يرد في السنة، إنما الوارد الدعاء، دعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك يقول ولك مثل ذلك. لكن الصلاة للمحتاج طبعا لا، إنما يصلي لنفسه فقط. قال وجاز تنفل في المصلى قبلها وبعدها، يعني في صلاة الاستسقاء تجوز الصلاة، يعني يصلي ركعتين قبل صلاة الاستسقاء أو يصلي بعدها، لكن غير صلاة العيد. صلاة العيد لا يندب لا قبل ولا بعد كما ذكرنا في الدرس الماضي. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، اجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.